السلام عليكم، أنا مروة راشد وأهلا بيكم في قناتي. القناة دي الهدف منها أننا نتعلم مع بعض معلومات وكلمات وقواعد وقصص اللغة الإنجليزية بشكل مبسط وسهل إن شاء الله، بنية أنه علم ينتفع به. عشان يوصلكم إشعارات بكل فيديو جديد، أرجو منكم الضغط على سبسكرايب أو اشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك شير، وهستنى تعليقاتكم أو أسئلتكم ومقترحاتكم. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أيام الأسبوع اللي بتعرف باسم Days of the Week. Days of the Week. أول معلومة عندنا هي أن كلمة يوم يعني day، و days معناها أيام، أما كلمة week معناها أسبوع. الجملة على بعضها Days of the Week، أيام الأسبوع. أما المعلومة التانية هي أن عدد أيام الأسبوع، لو حد سألنا مثلاً كم عدد أيام الأسبوع أو How many days are there in a week؟ How many days are there in a week؟ الإجابة هتكون 7 days in the week، هما 7 أيام في الأسبوع. المعلومة الثالثة عندنا هي أن ترتيب أيام الأسبوع دي بيختلف من بلد إلى أخرى. مثلا في العالم الغربي بشكل عام بيعتبر يوم الاثنين هو أول أيام الأسبوع، ويعتبر السبت والأحد هما أجازة الأسبوع أو نهاية الأسبوع. أما عندنا في الوطن العربي أول أيام الأسبوع هو يوم السبت، واللي برضو بيكون عطلة هو ويوم الجمعة في أغلب الأعمال والمهن. المعلومة الرابعة عندنا هي إزاي ننطق كل يوم من أيام الأسبوع، وإزاي نقدر نكتبها أو نتعرف عليها لما تكون مكتوبة باختصار في أي ورقة أو نتيجة. أول يوم عندنا هو يوم السبت، Saturday. Saturday بيكتب مختصرا كالآتي S-A-T وعندنا دوت في الآخر sat، 3 letters بس S-A-T. اليوم التاني هو يوم الأحد Sunday. Sunday وبنختصره برضو في 3 حروف هما sun والفول ستوب. اليوم التالت هو يوم الاثنين Monday. Monday بيختصر في كلمة mon، M-O-N. اليوم الرابع هو يوم التلات Tuesday. Tuesday وبنختصر المرة دي في 4 حروف هما T-U-E-S، تيوس. اليوم اللي بعد كده خامس يوم هو يوم الأربع Wednesday. Wednesday لازم ناخد بالنا هنا ان letter D مش بننطق الصوت بتاعه خالص، مش بننطقه، مش بنقول مثلا Wednesday، لا هي حرف silent فبنقول عليه Wednesday وبنختصره في 3 حروف W-E-D Wed. اليوم اللي بعد كده هو يوم الخميس Thursday. Thursday وخلي بالنا هنا هي مش بنقول عليها Thursday، مش بنقول letter S، بنقول عليها نحط لساننا ما بين أسناننا ونقول Thursday واختصاره T-H-U-R-S Thurs. آخر يوم في أيام الأسبوع هو يوم الجمعة Friday. Friday وبنختصره في 3 حروف دول F-R-I Fry. وبكده نكون وصلنا لنهاية أيام الأسبوع. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. Thanks for watching. Assalamu alaikum.